اهلا بكم متابعين فاستفير، رجعنا لكم في لقاء جديد. لقاء ديالنا اليوم غتكون معنا فيه مختصه في الترويض الطبي والحميات. معنا اليوم السيده ايمان متقي. اهلا ايمان. ايمان، كنلاحظوا واحد التغير في الانظمه الغذائيه ديالنا في الصيف، فباش نقدروا نفسروا هذا التغير اللي كيحصل في الصيف واللي كيترتب عليه مجموعه من الحويجات، واهمها هو الزياده في الوزن. الوغ بالنسبه لي انا، اللي كيخلي النظام الغذائي ديال الناس كيتبدل في موسم الصيف، هو بيان سور الناس تيحسوا انهم في عطله، دونك تيسو بيرميت انهم ياكلوا ليبرمون. زياده على ذلك، لانه موسم ديال العطل، الناس تيسافروا وتخرجوا من ديورهم، دونك نورمال تيتبدل اوسي النظام الغذائي ديالهم. اي اوسي لو فيت انه النهار تيطوال، دونك ما تنعسوش بكري، تنبقاو معطلين في النعاس، اي دونك دوكو تنقدروا ناكلوا اكثر. بيان سور الناس يجمعوا بزاف، لان الناس تيكونوا على برا تيدخلوا، دونك فوالا تيكون واحد النوع من ما غاديش نقول تسيب، ولكن واحد الناس كيكونوا في عطله، بالنسبه لهم راهم في عطله. هادشي ما كاينش مشكل، بيان سور اون بو سو بيرميتر، غير هو الواحد خصو يرد البال للماكله ديالو في موسم في الصيف، اولا نورمالمون دو فاسون جينيرال في العام كامل، لان كتلقى بزاف ديال السيدات كيبقاو مثلا تيديروا ريجيمات، تيديروا حميات غذائيه على طول العام، تينقصوا تيضعفوا تيجيو حتى للصيف، و فوالا تيبداو ياكلوا عادي، اي دونك دوكو كاع داكشي اللي نقصوا الكيلو اللي نقصوهم في العام تيعاودوا ياخذوهم، وعاوتاني غبلو تبدا الموسم الدراسي، كتقاد الحياه اون بو دير، كيولي فياق بكري، نعس بكري، دونك كيعاودوا يديروا حميه غذائيه. هاد القضيه هاد المساله هادي ما مزياناش. علاش؟ حيت كيولي عندنا هذاك لي في يويو، داكوغ، كنوليو مثلا الا نقصنا في العام نقصنا مثلا 6 كيلو، وعاوتاني دازت واحد الشهرين وحنايا ما بقيناش محافظين على نفس النظام الغذائي، كنقدروا في العوض ماشي غادي نزادوا داك 6 كيلو، ولكن نقدروا نزادوا لو دوبل ديالها. وشنو النصائح اللي تقدري تقدمي للناس باش يتفاداو هاد المشاكل اللي كيوقعوا، هاد التغير في الانظمه الغذائيه ديالهم وزياده في الوزن اللي كتوقع في الصيف؟ جو سوي با كونتر ان الناس زعما اي بوف سو فيغ بليزير، بيان سور كيوليو كناكلوا لي كلاص بزاف، كناكلوا لي كاطو بزاف، الجمعيات بزاف، ماشي مشكل، غير هو نختاروا شنو غادي ناكلوا. ماشي عيب اننا ناكلوا اون كلاص مثلا، دابا كاينين بزاف ديال المحلات التجاريه اللي كيبيعوا لي كلاص، اللي تيكونوا عندهم لي كلاص اللي ما فيهمش السكر، اي سورتو تيكونوا دي سوربي، سي دي كلاص ا باز دو فروي، اي اوسي ما تيكونش فيهم سكر زايد. اون بو سو بيرميتر اون بتيت بول بور سو فير بليزير، باش ما نحسوش راسنا راحنا خارجين من الجماعه، اي اوسي تيمكننا نديرو الخاطر لراسنا. حاجه واحده اخرى، يتفاداو انهم ياكلوا بالليل وياكلوا معطل بالليل، داكوغ. كاين واحد القضيه واحده اخرى بزاف ديال هاد القضيه، حيت انا كتعاود عندي بزاف بحكم انني كنتبع مع لي فام الحميات الغذائيه، كتقول لك انا في الليل ما كليت حتى شي حاجه، كليت غير واحد لاسيت دو فروي. الوغ هادي هذا خطا كبير، خطا انك تاكل لي فروي اون اسيت دو فروي، لانه ملي كنكونوا مدايرين واحد الحميه غذائيه لو ماكسيموم اللي نقدروا ناخذوا لي فروي باغ جوغ هو دو فروي، داكوغ، ما نفوتوهمش اون اسيت دو فروي، سا فيدير كنهضروا على 4 ولا 5 ديال لي فروي. هذا خطا فادح. حاجه واحده اخرى، كيف ما قلت لك، العشاء بالليل يفو ليفيتي، سادير ناكلو معطلين بزاف، يعني على ابعد الحدود خصنا 8 نحبسوا الماكله، و بالليل بيان سور نقدروا ناخذوا دي فروي، نقدروا باردون ناخذوا دي ليغوم، ناخذوا مثلا طريف ديال اللحم ولا ديال الدجاج ولا ديال الحوت دو بريفيرونس. انا ما تنصحش ان لو فروي يتكل بالليل، لو فروي يقدر يتخاد اون كولاسيون مثلا مع ديك الخمسه ولا هذا، ويتخاد بحال دابا ان فروي اما في الصباح مع الفطور، يا اما عاوتاني اون كولاسيون ديال الصباح. بالنسبه للانواع ديال الحميات، هي ولات كثيره ومتنوعه، فكنلاحظوا مجموعه من الحميات اللي ظهرت مؤخرا، فشنو هي الحميه اللي كتشوفيها انها من احسن الحميات اللي مشاعده؟ الحميه اللي كنصح بها انا وما كاينش ما احسن منها، هي حميه متوازنه، ناكلو كل شيء، اي حاجه خلقها الله سبحانه وتعالى فيها فائده لذاتنا، دونك ناكلو كل شيء مي بطريقه متوازنه،
ناخذوا لي ليغوم، ناخذوا خضر، ناخذوا الفواكه، ناخذوا اللحم، الدجاج، الحوت، القطاني مره ماشي انا دايره حميه غذائيه صافي دير ما غاديش ناكل الخبز، لا عندي الحق انني ناكل الخبز مثلا، ناكلو غير في الصباح ولا ناخذ طريف صغير في الصباح وطريف صغير في الغداء، بيان سور ما ناكلوش بالليل، نفيتو اننا ناكلو توسكي فيكولون يعني خبز، روز، بطاطا، فيرميسيل، هادشي كله نحاولو نيفيتوه ناكلوه بالليل. دونك ما كاينش محسن بوغ ريبوندغ للسؤال ديالك، ما كاينش محسن من نظام غذائي متوازن. وبالنسبه لهذا التنوع اللي كتعرفوا الحميات والانظمه الغذائيه اللي ولات، فكنلاحظوا ان مجموعه من الحميات عوض ما تتقدي لنا هي كتقدي الغرض اللي هو انقاص الوزن، ولكن بالمقابل كنلاحظوا انها كتسبب لنا مجموعه من المشاكل الصحيه. فبالنسبه لك شنو هما النصائح ديالك باش الناس تميز بين الحميات اللي غادي توصلنا المراد ديالنا اللي هو انقاص الوزن ولكن بطريقه سليمه، وبين الحميه اللي غادي تطهور الصحه ديالنا؟ حميه اللي ما فيهاش كل شيء داكور، اللي ما فيهاش لي ليغوم لي فروي لي فروي سيك، الخبز، الزبيده او لا زبيده بواحد لا كونتيتي بيان سور اللي هي معقوله، ما فيهاش توازن، غادي تضرب الصحه ديالنا داكور. دونك من الاحسن نيفيتيوها، حيت اون فودري با نديرو مثلا حميه وي نقصوا لو بوا، ماشي ما غاديش نقصوا لو بوا، ولكن من بعد غنلقاو مثلا شعرنا تيطيح وضفارنا تيتهرسوا وانا بيرجو واحد لو تان وانا بيرجو لي لاسيسيتي ديال لابو و اون اي دوفونو ديزيدراتي. دونك ما كاينلاش انا بالنسبه ليا نقدروا مادام نقدروا نقصوا لو بوا بحميه متوازنه، من الاحسن نمشيو في نظام غذائي متوازن. ومادامنا كنتحدثوا على الحميات، فكاين واحد الحميه اللي دايره واحد الضجه دابا في مواقع التواصل الاجتماعي واللي هي الصيام المتقطع، واللي كينصحوا بها مجموعه من الاخصائيين ديال التغذيه. فبالنسبه لك واش كتنصحي بالصيام المتقطع ومدى فعاليه هاد الحميه هذه؟ تنصح بالصيام المتقطع، غير هو ما تنصحش انه يدار لمده طويله، حيت ملي تيدار لمده طويله ما تيبقاش يعطينا ريزولطا، ما تيبقاش يعطينا نتيجه داكور. كيف ما نقدر نقول لك انه انا الصيام المتقطع تيبان لي بحال واحد لو ستارتير، بحال واحد نقدروا نبداو به، مثلا الى قررت انني نبدا حميه غذائيه نقدر نبدا بلوجون انترميتون، لانني كناخذ غير دو بروبا باغ جور، وعندي بين سيتاجير بين عندي غير 8 ديال السوايع اللي نقدر ناكل فيهم، وعندي بين 16 ساعه حتى 20 ساعه ما كناكل حتى شي حاجه داكور. الوغ مي ما خصناش، بالنسبه لي انا ما خصناش نفوتو فيه واحد 21 جوغ مثلا، واحد 3 سيمين نقدروا نديروا الصيام المتقطع ونحبسوا ونرجعوا لنظام غذائي متوازن، نعاودوا نرجعوا له واحد شهرين واحد الشهور، وعاوتاني كنديروا بحال ان بوست، بحال واحد بحال محفز باش نقصوا لو با لانقاص الوزن. وفي الاخير كنسمعوا وكنلاحظوا ان كاين واحد الانتشار كبير ديال المعلومات اللي متداوله في السوشيال ميديا وفي مواقع التواصل الاجتماعي اللي كتقول بان الا درتي مجموعه من الحويجات هذا كيساعدك انك تنقصي في الوزن. على سبيل المثال يقول لك مثلا كينصحوا بان خاص الشرب ديال الماء السخون في مورا الوجبات اللي كتكون فيها غنيه بالدهون، اضافه الى كينصحوا الناس انكم تشربوا مجموعه من المشروبات مثلا الماء والحامض. فهاد المشروبات هذه وهاد الوصفات واش عندها يعني واحد الصحه وعندها فعاليه في الانقاص ديال الوزن؟ هادوك انا بالنسبه ليا سي با دي ريسيت ولا ماشي طرق باش غادي نقصوا الوزن. بحال دابا مثلا الماء والحامض في الصباح مزيان، علاش؟ مي ماشي باش يضعفنا، باش نتخلصوا من السموم ديال الذات داكور. مثلا قلتي لي ما سخون مر الماكله، ما عنده حتى شي ساينتيفيكمون بارلا، ما عنده حتى شي ريزولطا، ما عنده حتى شي نتيجه داكور. بيان سور نشربوا الماء بكميه متوازنه، كل كيلو خاصو 30 مليلتر ديال الماء، كل واحد على حسب لو نمبر دو كيلو عنده واحد القدر ديال الماء اللي خصو يشربو. عاوتاني ما يمكنش تيجو عندي ناس تيقول لك انا تنشرب 5 لتر ديال الماء في النهار، سي بوكو سي اكسيسيف، لان الذات ديالك غتاخذ داكشي اللي محتاجه من الماء، وداكشي اللي غادي يبقى غادي تستوكا، واللي غيترتب عليه هو ان بروبليم دو سيركولاسيون، الشحمه ديالك غتولي عامره بالماء، غتحس براسك منفوخه. نو،
نورمالمون عندنا واحد القدر ديال بين 1.5 لتر حتى 2 لتر 2.5 لتر غران ماكسيموم ديال اللي نقدروا نشربوا هذا. دونك باش نجاوب على السؤال ديالك ايتغ بريف، هادوك لي ريسيت اللي كيتداولوا في المواقع الاجتماعيه اي لو بوشا اوغي وهذا، هذاك الشيء تيعاوننا ما كينقصناش الوزن ولكن تيعاوننا غير باش نتخلصوا من السموم. وما يمكنش انا ما غاديش ندير نظام غذائي متوازن وغنشرب الماء الحامض في الصباح وغادي نضعف، امبوسيبل. نقدر نشرب الماء الحامض في الصباح ولا مثلا ندير او ديتوكس فيها مثلا لو جينجمبر فيها لو سيترون فيها لي في دو مونت، هادشي زوين هادشي مزيان، ولكن هادشي باش نديتوكسيفي لو كور ديالنا، لان ملي تيكون الذات ديالنا الجسم ديالنا مخلص من السموم كننطيحوا الوزن دغيا. شكرا ايمان، وكان هذا هو لقائنا اليوم مع سيده ايمان متقي خبيرة في مجال الترويض الطبي والحميات، اللي عرفتنا على مجموعة ديال الأمور اللي كتخص المجال ديال التغذية. فنتلقاكم إن شاء الله في لقاء جديد إن شاء الله قريبا وموضوع جديد. السلام عليكم.